الله في الايام المقبله غادي نديروا واحد الندوه صحفيه وغادي نعيطوا لكم جميع وتحضروا كاملين باش نوضحوا لكم ونبينوا حتى للمواطنين والناس ديال المدينه باش يعرفوا في هذه الايام ان شاء الله الانطلاق ديال الاشغال ديال هذا لا ميزانيفو ديال مدينه الخميسات اللي هي من بعد واحد ثلاثه سنوات وحنا المسؤوليه ديال المجلس البلدي. اليوم الحمد لله توصلنا باش ننطلقوا، وكما كتشوفوا بهذه المناسبه المباركه ديال عيد المسيره حنا الانطلاق ديال لا ميزانيفو الاولى اللي هي هذه لابار ديال المجلس البلدي، هذه ماده خاصه بالفلوس ديال البلديه ديال شي 4 دينار وشي حاجه اللي انطلقنا بها في عده شوارع وفيها الساحه ديال الحسن الاول، ومع هذه الساحه مع الجامع اللي كتشوفوا الساحه اللي هم فاس غادي يوليو كلهم غادي يعطي واحد المنظر جميل بيناتهم ان شاء الله مع بيران زارن وعده شوارع.